اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وسيد اللواء هشام مصطفى السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والسيد اللواء محمد مصطفى لبن مدير إدارة الأشغال العسكرية، والسيد عميد دكتور مهندس أحمد صلاح أبو العزم استشاري المخازن الاستراتيجية بالكلية الفنية العسكرية، والسيد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن السيد الرئيس وجه بالإسراع في الخطوات التنفيذية لإنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الجمهورية، بهدف امتلاك القدرة لتوفير احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء، وذلك وفق المعايير العالمية وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية مع توفير عوامل استدامة فاعلية الإدارة والتشغيل. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك بحضور السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان والسيد اللواء هشام مصطفى السويفي رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه والسيد اللواء محمد مصطفى لبن مدير اداره الاشغال العسكريه الاجتماع تناول متابعه جهود تطوير منظومه الصحه في مصر وقد عرض السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الخريطة الصحية للدولة، والتي تشتمل على أعداد المنشآت الطبية بكافة أنواعها الحكومية والخاصة والأهلية، وتجهيزاتها الطبية، بالإضافة إلى القوى البشرية من الطواقم الطبية، فضلاً عن ربط الخريطة الصحية بقاعدة بيانات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة. وما تتضمنه من برامج ومبادرات للرعايه الصحيه والطبيه للمواطنين كما اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بتطوير معهد ناصر ليصبح مدينه طبيه عالميه موجها سيادته بان يتم انشاء اكبر مركز اقليمي لزراعه الاعضاء في مصر والشرق الاوسط وافريقيا داخل تلك المدينه الطبيه الجديده وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف إنشاء منظومة متكاملة تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع والمرضى والمتبرعين. وقد استعرض وزير الصحة والسكان في هذا السياق الخطوات التنفيذية الخاصة بالمدينة الطبية الجاري تنفيذها بمستشفى معهد ناصر والتي تصل سعتها إلى 1200 سرير رعاية مركزة. و45 غرفة عمليات كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار تفاصيل إنشاء مستشفى أم المصريين الجديدة بسعة 400 سرير والتي ستقدم خدماتها لنحو ثلاثة ملايين نسمة وتعتبر المستشفى الرئيسي لاستقبال مصابي حوادث الطرق في محافظة الجيزة وضواحيها واضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه بسرعه تطبيق حزمه الحوافز الماديه للاطقم الطبيه وكذلك تشغيل عيادات مسائيه بالمستشفيات وتخصيص نسبه من عوائدها للاطباء والهيئه الطبيه المعاونه مما يحقق دخلا اضافيا للفريق الطبي يتناسب مع الجهد المبذول في تقديم اوجه الرعايه الصحيه كما عرض السيد وزير الصحة الإنجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار على مدار أربع سنوات منذ انطلاقها بمشاركة 466 مستشفى حكومي وخاص حيث نجحت في علاج مليون و وسبعين ألف مريض بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيه وقد وجه السيد الرئيس بتوفير الموارد الماليه الاضافيه للتوسع في المبادره واضافه تخصصات جراحيه جديده مع اهميه توعيه المواطنين بكيفيه الاستفاده من تلك المبادره وتبسيط الاجراءات الاداريه ذات الصله